هذا شيء أجمل شيء والله. كل مساجد العزيقة ما شاء الله. بزلطه ليه ما زلتهمش بعد عيد فاستخف قومه فأطاعوا على فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين. فضل هذا الإنسان بقوة إدراكية هي العقل، أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإذا سمت شهوته على عقل كلها وهي وما من شيء أن تحب فلم يأذن العلماء الربانيين أن تحب فأبين أن يحبنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وكان رب العالمين، اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عما سواك، اللهم لا تؤمنا مهرا، ولا تهلك عنا جدا، لا تنسنا أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يوم القصر ثقافة مفدي زكريا. لحضور محاضرة الشيخ محمد راتب النابلسي اللي جانا وبارك الله فيه وربي يجزيه كل خير إن شاء الله. راتب النابلسي هو شيخنا منذ الصغر، نتابعه من وانا صغيرة، وكنت نتمنى أني نحضر محاضرة من محاضراته، والحمد لله وهي شعور لا يوصف. لما تشوفي شخص أنت تحبيه ملي كنت صغيرة ومتعلقة به، أصلا أنت تكوني تتمني أنك تشوفيها فسافاس، والله شعور يعني لا يوصف، فرحة عارمة بإذن الله. نعم نتمنى أنه يقوم مبادرات عدة، هو تقريبا كل عام يهبط للجزائر، لكن أنا هذا وين صحت لي الفرصة، ونتمنى أنه كل ما يجي نزيد نتلاقاه إن شاء الله. ربي سمحت لي فرصة أني أحضر محاضرة لعلامة من علماء الأمة الإسلامية، ألا وهو الدكتور البروفيسور محمد راتب النابلسي الغني عن التعريف. حقيقة تعجبني كثيرا أفكار هذا الإمام وهذا العلامة لأفكاره الوسطية النية. حقيقة كانت المحاضرة جد قصيرة، كنا نتمنى لو طالت، ولكن يعني استفدنا والله بالفعل استفدنا، ولو من الدعاء الذي دعاه لنا يعني في آخر المحاضرة. يعني أنا اسمي إكرام، ولما كان يقول الإكرام ذو الجلال والإكرام صراحة كنت أشعر بفخر يعني عظيم، الحمد لله. وكان هو يعني سوري اللهجة ذيك لما يقول استثناء، كنا كيوت يعني ما شاء الله. الحمد لله والله، الحمد لله أنه وصلنا ربي وأنه حضرنا هذا اللقاء، الحمد لله يا ربي. أنا ممنونة لله عز وجل، ونسأل الله أن يكتبها حجة لنا لا علينا. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.